عروسه جديده ومحتاره تجيبي ايه في الميك اب، طب اجيب ايه وحاجات ايه، طب فاونديشن ايه، طب فرشه ايه. تعالى اقولك ايه الاساسيات اللي في الميك اب اللي ممكن تحتاجيها. اول حاجه بتحتاري دايما في الفرش، مش هنجيب ست كبيره لان احنا كده كده مش ميك اب ارتست، وفي حاجات كتير مش هتستخدميها خالص. اهم فرش في الميك اب هم يعتبر الفرش دي، هنقول كل واحده استخدامها ايه. اول واحده بتبقى كابوكي كده، دي بتعملي بيها الفاونديشن، بتدمجي بيها الفاونديشن في اي حاجه كريمي تقدري تدمجي بيها بالكابوكي براش دي. شايفه بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى مدببه كده، نوع الفرشه نفسه بيبقى ناعم شويه، فدي مش هتستغني عنها وهتعملي بيها اي حاجه كريمي في حياتك. تاني حاجه اللي هي تحسيها باف كده، شايفين الفرق؟ الباف دي اي حاجه باودر بقى، هتحطي لوز باودر حطي بيها، هتحطي بقى بلاشر باودر، اي حاجة باودر هتستخدمي الفرشة دي. ممكن كمان تحطي بيها الهايلايتر بتاعي، فاصبح ان انا اتنين اساسيين ما تقدرش تستغني عنه. طيب العيون، العيون بنحتاج لها 3 أو 4 فرش. الفرشة اللي هي بتدمج تبقى دي شكلها، شايفين بتبقى عاملة ازاي؟ منفوخة كده شوية، دي عشان تقدري ان انت تدمجي بيها اللون الانتقالي فتديكي المكان اوسع، يعني يعني تعملي اللون تدمجي بيه كده تحت الحاجب. طيب انا بحتاج واحدة اصغر، شايفين الفرق؟ دي برضو علشان ادمج بيها لون بس بيبقى اغمق شوية، لان احنا ساعات بنحط لون هنا خفيف وبنيجي نتغمق شوية من هنا، فده شايفين؟ شايفين بقت الكيرف بتاعها قد ايه؟ دخلت من هنا. فده اول واحدة، دي تاني واحدة، والاصغر خالص لو انا عايزة اعمل بلندنج خفيف على طول على جفن العين. اخر واحده البنسل، دي مش هتقدري تستغني عنها لان دي اللي هتنفع ان انت تحطي تحت العين اي لون انت عايزاه او هايلايتر في مجمع العين، فدي هتنفعك قوي ان انت تتحكمي كانه زي القلم ان انت تحطيه في اللون وتبتدي تمشي تحت العين. فلو هنتكلم على الفرش هم دول بس اللي انت محتاجاها. ايه تاني حاجه مهمه في الميك اب؟ انا خلاص قلت الفرش، الاسبونج. طيب الاسبونج دي مهمه في ايه؟ ان انا ممكن ابقى عامله اي بلندنج في اي حاجه كريمي ومحتاجه ان انا اطبطب عليها ادمجهم في بعض، فمش هقدر استغنى عن الاسبونج. طب ازاي تجيبي اسبونج تكون حلوه وتنفع بشرتي؟ لما تمسكي الاسبونج وهي ناشفه تعمليها كده تنزل معاكي، فما بالك بقى لما تبليها، هتبقى فيري فيري سموزي، هتبقى حلوه قوي وطريه جدا، تبقى سوفت قوي على البشره. طبعا بندمج وبندمج بالراحه جدا على بشرتنا، فلازم يكون معاكي واحده للبشره واحده تانية علشان للباودر اهي. تعالي نخش بقى في الاساس، الفاونديشن. كلنا بنحتار نجيب فاونديشن ايه، طبعا احنا عايزين نعرف بشرتنا نوعها ايه علشان نعرف هنجيب فاونديشن ايه. لو بشرتي دي دهنيه وبتفرز دهون كتير فهياخد فاونديشن يكون اويل فري ما فيهوش زيوت، لكن لو بشرتي عاديه او جافه هاخد فاونديشن يكون فيه زيت او نسبه زيت شويه. اخد فول كفرج ولا عادي ولا اخد ايه؟ خدي حاجه لو انت بتستخدمي الميك اب يوميا يبقى انت هتجيبي حاجه يوميه، لو انت من النوع اللي بتستخدميه في مناسبات يبقى ممكن تجيبي حاجه ميديوم كفر كده، لو انت بقى من النوع اللي بتسخري كتير وبتنزلي كتير بتتصوري كتير يبقى انت هتحتاجي حاجه فول كفرج. انا عامه بحب ده لانه بينفع معايا في اي حاجه، لو انا عايزاه ديلي بينفع معايا لانه خفيف، وفي نفس الوقت لو انا عايزاه الميك اب بتاعه يعني الميك اب بتاعي عايزاه سهره او فرح بيثبت معايا وكمان في التصوير بيبقى حلو قوي. احلى حاجه كمان ان احنا لما نيجي نختار الفاونديشن بنختار اللوز باودر والباودر لان هما مهمين جدا. الكومباكت باودر دي بتبقى عامله كده مقفوله وبتبقى قطعه واحده وبتبقى ملمسها ناعم، وطبعا اللوز باودر اللي هو بيبقى بتحسوه بيبقى فري كده يعني سايب، شايفين؟ هنستخدم اللوز باودر تحت العين تثبيت الميك اب عامه، بس بيبقى ما بيبقاش متكتل قوي، يعني لما تيجي تحطي الفاونديشن تيجي تحطي الباودر ما تحسيش ان بشرتك فيها طبقات كتير. والكومباكت باودر ان انت بتفنشي بيها الميك اب، يعني بعد ما تخلصي خالص ممكن تحددي هنا، ممكن تحددي تحت العين، تنضفي بيها الميك اب، فبيطلع احلى واروق خصوصا بقى لو بتحبي تتصوري. طبعا بنحتار في الباليت بتاعه الالوان ان انا اجيب اي شادو، طب هجيب باليت ايه نوع ايه، ده بقى حسب اختيارك لان عمر ما في باليت واحده بتلم كل الالوان اللي انت محتاجاها، فانت شوفي الالوان اللي انت حباها سواء الوان ترابيه، الوان مثلا فيها موفات، ازرقات، انت بقى واختيارك. وانا مش هنصحك بباليت معين، بس انا هقولك ان انت ممكن تجيبي واحده تكون فيها مات والوان انتقاليه زي الالوان دي اللي بتتحط فوق في الجف،
وشيمر علشان يتحط هنا في الجفن في مجمع العين والجفن من فوق، وطبعا الوان مط والوان صرخ. شايفين الازرق ده مثلا كده؟ دي حاجات مثلا تدي على سواريه. فهي دي جمعالي الوان كتير، فانت شوفي احتياجك بقى في الباليت ايه والالوان اللي انت بتحتاجيها. مش هنستغنى طبعا عن الماسكارا لانها مهمه جدا، طبعا ده باختيارك ان انت تاخديها وترفروف او تاخديها عاديه تبقى سوادها كويس او لا، فده بيبقى حسب استخدامك. وطبعا الايلاينر ليه نوعين، يا اما ديب لاينر يا اما ريش، فانت بتختاري الحاجه اللي انت بتحبيها. طب نيجي بقى للليبستيك. في نوع بيقعد معاكي 18 او 20 ساعه كمان، فانت بقى لو استخدامك من اول اليوم لاخره فانت هتجيبي النوع اللي بيقعد معاكي يدوم معاكي كتير. كلي بقى واشربي براحتك. النوع التاني بتقدري ان انت لو عايزه تخرجي خروجه ساعتين 3 4 ده كويس جدا، لان ده بيقعد معاكي وقت طويل بس مش هيبقى طويل قوي، يعني يدوب الخروجه وترجعي على طول. كلنا بقى ما بنهتمش بالفيكس سبراي. طب ايه فايده الفيكس سبراي؟ فيكس سبراي يا جماعه ده مهم جدا في الميك اب. ممكن انت ما تبقيش حاسه انه مهم وغالي وحاجات كده، فلا لا مش هجيبه، لا هو المفروض ان انت تجيبيه. الفيكس سبراي يا جماعه ده بيصلح الميك اب. يعني ايه بيصلح؟ جايه من فيكس. بعد ما بحط الميك اب خالص بيبقى فيه بودر كتير، باجي ابص في المرايه احس ان انا وشي عامل زي الكيك. الفيكس سبراي ده بيصلح كل الكلام ده. بترشي على وشك كويس جدا وتسيبيه ما تجيش جنب وشك خالص، تسيبيه ينشف هو لوحده. البودر ده هيهديه خالص وهيرجع ان الميك اب كانه مدموج مع بعضه فطبيعي. فما ننساش الفيكس سبراي، وهاتي الفيكس اللي انت حباه. في نهايه الحلقه اتمنى يكون الفيديو فايتك وتكوني ان شاء الله كده عارفه ايه الاساسيات. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنوني فيديوهات كتير.